معالي الأخ العزيز أيمن الصفدي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين، السيد عبد السلام بكرات ولي جهة العيون والسقية الحمراء، السيد حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة السقية الحمراء، السيد السفير، السيدات والسادة النواب ومنتخبي مدينة العيون، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم أخي أيمن بمدينة العيون كبرى مدن الصحراء المغربية بمناسبة افتتاح القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية بها. كانت لكم أخي أيمن زيارات متعددة وفي مناسبات مختلفة إلى مدن مغربية أخرى، غير أن زيارتكم اليوم إلى بلدكم الثاني المغرب تكتسي أهمية خاصة ولها طابع متميز، وستبقى خالدة في ذكرى ووجدان الشعب المغربي على غرار كل المواقف النبيلة والثابتة التي وقف فيها الأردن الشقيق قيادة وشعبا مع المغرب في قضاياه المصيرية. ومما يزيد من بهجة هذا الحدث أنه يأتي في غمرة استعدادات المملكة الأردنية الهاشمية للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة وانطلاق مسيرة البناء التي جسدها الملوك الهاشميون نموذجا نحو النموذج الوطني الأكثر استقرارا في المنطقة. وهي مناسبة لأتقدم إليكم مسبقا معالي الوزير بأحر عبارات التهنئة والتبريك، وتمنيا للمملكة الأردنية الشقيقة دوام التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله. تأتي زيارتكم معالي الوزير لتدشين القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في هذه المدينة العزيزة على قلوب المغاربة، تنفيذا لتعليمات التي توصلنا بها معا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني في الاتصال الهاتفي الذي أجرياه يوم 19 نوفمبر 2020، وتجسيدا لما يجمع العاهلان الكريمان من وشائش موصولة ومودة صادقة يعززها الحرص على التشاور والتنسيق الدائم بينهما والرغبة في ترسيخ علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال القائم بين المملكتين الشقيقتين. فقرار جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله بفتح قنصلية أردنية في مدينة العيون وإشادة جلالته بالقرارات التي أمر بها أخوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإعادة تأمين انسياب حركة الحركة المدنية والتجارية بمنطقة القرقارات، ترجم عملية لعدد من المواقف الثابتة التي ما فتأت تعبر عنها الأردن للمملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتثبت سيادتها على كامل التراب المغربي. إن هذه المواقف التي نعتز ونفتخر بها ونقدرها عاليا ليست غريبة على الدولة الأردنية وعلى نشام الأردن، فكلنا يتذكر رسالة المغفور له جلالة الملك حسين إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، وتأكيده وأسرد دعم وتأييد المغرب في سائر الظروف والأحوال للوصول إلى الحق المغربي المشروع والثابت في استرجاع صحرائه. انتهى كلام جلالة الملك. وإرساله وفدا أردنيا هاما للمشاركة في المسيرة الخضراء سنة 1975 يتكون من 41 شخصية من مختلف الاتجاهات السياسية والمجتمعية للتضامن مع الشعب المغربي وترجمة لوقوف الأردن إلى جانب المغرب وحقه في استرجاع أراضيه. لقد حافظت علاقة المملكة المغربية والمملكة الهاشمية الأردنية على متانتها وتميزها في ظرفية عربية وإقليمية شديدة الدقة والحساسية، وهي مناسبة للتنويه عاليا بسنة التشاور والتنسيق الموصول بين بلدينا حيال مختلف التحديات التي تواجه منطقتنا العربية. لذلك يحدون اليوم عزم كبير على المضي في جعل هذه العلاقة نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة العربية،
وتأسيسا على ما يجمع المملكتين من قواسم مشتركة، وحرص متناه على تعزيز علاقاتهما الثنائية. طور البلدان آليات متجددة للدفع بمسيرة التعاون إلى آفاق أعلى ترم بلوغ الشراكة الاستراتيجية وفق رغبة قائدي البلدين، وتنفيذا لإرادة جلالتيهما المتضمنة في البيان المشترك الصادر عقب زيارة العمل والصداقة التي قام بها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني إلى المملكة المغربية يوم 27 و 28 مارس 2019. ولعل أهم ما يميز علاقتنا الثنائية هو مستوى التنسيق والتشاور السياسي الدائم والمستمر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي أكد بخصوصها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أنها في نفس مرتبة قضية الوحدة الترابية المغربية، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وإذ يسطر بلدان اليوم بمدينة العيون بمداد الفخر صفحة أخرى مشرقة في تاريخ علاقتهما الثنائية، فإننا نسجل بكل اعتزاز توالي افتتاح القنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية في تعبير واضح وصريح عن موقف دولي داعم لمغربية الصحراء ولواجهة الموقف المغربي إزاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل. أتمنى كل التوفيق والنجاح للطاقم الدبلوماسي الأردني الذي سيسهر على وضع الأسس لعمل هذه القنصلية العامة الجديدة التي ندعوها على غرار باقي القنصليات العامة المتواجدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى الانفتاح على محيطها الجهوي والمحلي والاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها بفضل ما تعرفه من مسيرة تنموية شاملة وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس. ختاما أجدد باسم المملكة المغربية كامل الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على هذه الخطوة التاريخية الهامة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.